عود بريش الذيب ولا معاهم الزيلك شي ولا مع اخرك شي ما درت اللي عاقب جنايدك لا معاهم الزيلك شي الصحراويين يطيرك ما فيسك تدخل انت بينهم تداخل مع شي من العملاء فهمت بقية من الاحساس ومشي لك الفقالات وراه اكثر ذا اللي باقي صالح من ذا اللي مشي لك انت الفقالات ومشي لك الاوديوات يا دي قصان عمرك معاهم الزيلك شي انت معاك جماعة نعرفوها راعا في المخيم وراعا هنا غير ذيك خوانة والخوانة في كل بلد وذوك العيال تحدي طوراقهم كيف تاك انت فهم ولا والله ما يقدوا قيموا بالبال في المخيم ولا يزشي لا لا يفوتوا نهارين ولا ينتدروا ذوك العيال خوانة ذوك العيال خوانة ذوك معهم الرجال الرجال تروجي لك انت تروجي نظريك ايه لا الخوانة الكذب الكذب محروق بي وبي. السلام عليكم الاخوان حياكم الله معكم اخ ديالكم علي بريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم. اليوم الإخوان جاء واحد الفوكال واحد الأوديو مسرب من مخيمات دل بتندوف من مخيمات الحصار. الشخص اللي كيتكلم في هذا الأوديو هو أحد عناصر البوليزاريو وأحد الميليشيات ديالها، يعني ما يسمى عندهم مقاتلين ديال البوليزاريو. هذا الشخص انفجر غاضبا في هذا الفوكال ويروي الواقع المرير اللي كيعيشوا المحتجزين في مخيمات تندوف. وانا راه غنعاود لكم الواقعه شنو طاري بالضبط، ومن بعد راهي نسمعكم الفوكال ديالو. الشخص الاخوان اللي كيبان لكم في يمين على يسار الصوره ديال الفيديو، هذا الشخص سميتو سيدي احمد العربي، حتى هو من ميليشيات البوليزاريو وهولك هو عنصرين اخرين من ميليشيات البوليزاريو قتلوا قرب الناحيه الدائره الثانيه اللي قريبه للحدود المغربيه، يعني قرب المناطق العازلة، وكانوا تقتلوا بمجرد دخولهم المناطق العازلة. هولكوا ثلاث عناصر بعد هذه القضية الواقعة بعد مقتل الداه البندير. المهم اللي كاين واللي وقع اليوم في مخيم تندوف ان والد هذا الشخص والد هذا المقتول اللي تقتل في المناطق العازلة بغى يمشي يزور الابن ديالو، بغى يمشي يزوره في المقبرة ديالو ويترحم عليه. هو مدفون في الدائرة الثانية، يعني خارج مخيمات تندوف، مدفون على مقربة من الحدود المغربية، مدفون قرب المناطق العازلة المغربية. مشى بغا يدفنو ومنعو قال لي ما تخرجش. يعني شنو هو كاين الحصار، وهذا اللي بغى يمشي يزور الابن ديالو حتى هو عنصر من عناصر البوليزاريو، عنصر من ميليشيات البوليزاريو، ما يسمى مقاتليها. وتخيلوا الاخوان، هذا عنصر من البوليزاريو من ميليشيات البوليزاريو، احد ما يسمى مقاتليها، بغى يمشي يزور الابن ديالو اللي قتل وهلك في المناطق العازله وما خلاوش يخرج من مخيمات تندوف، يعني محاصر. هذا ما خلاوش يخرج يزور الابن ديالو اللي يعتبر احد مقاتلي البوليزاريو، هما كيسميو كاع الشهيد، ما خلاوش الاب ديالو يمشي يزورو. فكيفاش الاخوان غيخليو المحتجزين الاخرين خرجوا من مخيمات تندوف؟ هذا كيعني بالملموس ان هاد الناس محاصرين، مدلولين، مقهورين، ألف الهون والدل. حتى صار عندهم طبعا، راه ولا عندهم طبيعة، ولو عارفين راسهم أنهم محتجزين في مخيمات القهرة. حتى القياديين ديال البوليزاريو، صدقوني نقول لكم القياديين ديال البوليزاريو لو كان يجبروا الفرصة فين يهربوا، يهربوا وما يخليوا حتى بلاصة. الأغلبية ديالهم ممنوع من الوصول إلى إسبانيا، أغلبية ديالهم كيشك بأنه ولا جا للمغرب راه غيتعتقل. كلو كان تلقاو الفرصة يمشيو لتشاد، إثيوبيا، الصومال، أي قرينة كحلة
اقل فقرا وبؤسا من الجزائر يمشيو ليها وتركوا مخيمات ذل بتندوف. واضاف هذا العنصر ديال ميليشيات البوليزاريو كيتشكل في هذا الاوديو ان قياده البوليزاريو كتسمح فقط الابناء ديالها والمعارف ديالها هما اللي خرجوا من المخيمات تندوف، يمشيو تلتندوف في المدينه، يمشيو يتقداو، يمشيو للجزائر، يخرجوا يتجولوا كما بغاو، ولكن الباقي ديال الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف محتجزين مقهورين مسلط عليهم شتى انواع العنصريه، ينتظرون فقط المساعدات الغذائيه المنتهيه الصلاحيه باش يعيشوا، والاخرين كيهربوا البنزين، كيهربوا ليسانس، كيبيعوه، هذاك الشيء اللي كتعطيهم الجزائر كيخرجوه تشندو في المدينه كيبيعوه. هذا الشيء كامل غتسمعوه في هذا التصريح ديال هاد العنصر من عناصر البوليزار اللي كيفضح الواقع المرير ديال مخيمات تندوف. حياكم الله. السلام عليكم الصحراء، معكم محمود البشاري. سجلتكم تسجيل البارح اللي هو يوم 1 في الشهر 5 2021، ونعاود لكم بهذا التسجيل اليوم الثاني. الطاري طلع ليا ما هو شي مبرمج ولا نبغي قاعدة من كثرة الاحساس. غير هذه الواقعة اللي وقعت اليوم مؤلمة شديدة ويندالها الجبين، وجزء من ما حذرنا منه البارح وحذرنا منه مرات فايتة، الواقع الملموس ما هو الرد، وبأبشع صوره اللي ما يتحملها القلب ولا الدمير ولا الوطنية ولا أي حتى الإنسانية العادية. اليوم اثنين في شهر 5 2021 للساعة 9 صباحا على 10، الأخ المقاتل أحمد العربي معروف عند الصحراء كاملة ورفقة أولاده صغيرين جاي رافد صيبة الموتى، تعرفوا الصيبة مشهر فيها ولو دكات فيها اسم ولو الشهيد سيد أحمد اللي استشهد نهارده في الناحية الثانية، بقصف توعار عليهم شهادة ثلاثة مقصوفين فم دمهم ما فات نشفت منه الأرض ما فات عدل شهر، هو ولده الاثنين مضحين نشد القضية وعاطين أقل شيء عندهم أنفسهم أرواحهم، ومش ولده شهيد ذيك الدار وهو قاعد ينتظر ملي اليوم ولا الصبح يتبعه. يجي اليوم للشرطة في الرابوني يدور يقبل ترخيص لاندروفير عنده ولا سيارته، رافد انصيبت ولده ماشي كان يوقفها على قبره في الناحية الثانية هو عند قليب الشهادة، ويقولوا له عن ممنوع الترخيص، ممنوع الترخيص، يقعد فمة إياه يشكي ويظهر حاله ولا يجبر حد يرحمه. شيل الشلة مطموع من هذه القوم، وفم مارقة آلاف الوتات اليوم، شالي ماتريكي الدفاع، شالي ماتريكي الأمن، شالي ماتريكي الوزارة الأولى، شالي ماتريكي اسم كتابة العامة شيء سعد، بمهام وهمية كاملة تنقل قزوار وكاملة تمرق العجائب وكاملة تمرق الزيت وتمرق الممنوعات كاملة بكل أشكالها وتدخلها عكس ذلك إلا من رحم ربه، ومعروفات وتيتات قاضات الخط يوميا تحت هاي الماتريكيلات، وباسم نحن وباسم دولتنا وباسم وزارتنا تاع الدفاع وباسم مديريتنا تاع الأمن وباسم وزارتنا تاع الوزارة الأولى. هذا اسمعوا يا الصحراء حلوا عينيكم، لا يمشي لك هذه القضية اليوم مقعد حاضر لها الناس كاملة عند الشرطة، ولولا التدخل المدير الشرطة محمد لمين اللي قابض الشرطة جزاه الله خيرا ومشكورة لهذا العمل، ورانا أراه قلع غيظنا كاملين كالصحراء. هذا الراجل بموقفه الشخصي اللي ما هم باب العمل قاضوا الحال وشاد دمعته وقبض الراجل قض شوره، مع انه هو ما يعني الترخيص اليوم محمد لمن المحجوب، ولكن من علم قضيته جو تدخل وطلعوا فوته وقيم به هو شخصيا الى بوابه الجزائريين وقال لهم هذا الراجل تمروه على مسؤوليتي انا، يعمل لنا حبس لي يمرق سابق اي بشر دريك حالا، وكر كعبه معاه فمنين مرقوا جزاه الله خير وسيفته. وموقف شخصي ينحسب لهذا الراجل،
وهذا الراجل هو اللي يمثال وخاص يقعدوا عندنا في الإدارات، اللي قدروا قيمة الصحراوي ويفهموا حقيقته ويفهموا المواقف اللي هم فيها ويعرفوا كيفاش يصرفوا فيها. ولا هذه الوثائق الجامدة المطروحة تمرق لا 15 يابسة مشكرة من الولايات ومرق 800 ثانية من رابوني وحده تمرق 800 15 من الولايات للعوام الناس لمثال أحمد العربي وأنا وعمار وزيد المقاتلين والناس العادية واللصوص والمافيات شاري تراخيصها مرقتها بمليون بمليونين فضتها مطروحة. تمرق كوبا نتاع قزوار تمرقها تعطيها 40 مليون، تمرق حمولة عجاين تعطيها 30 مليون. والإدارة عندنا منهكة مخربة بشكل فظيع، ولازم مراجعة الأشخاص اللي فيديهم تراخيص والأشخاص اللي فيديهم القرارات هل هم أهل لذلك أم لا، ولازم المقاييس قاعد تجبر أخلاقية ووطنية تجبر، ولازم الرقابة عليهم حتى لو طلب الأمر كاميرات رقابة والكمبيوترات ما يمخلي شيء. كيفاش تترخص لي أنا 15 سيارة ومنقس البوابة هكذا مرقى لي 300؟ هذا يوميا يعني ما كنت كذبني قيم خلاص البيان الرسمي المرقى وزارة الداخلية عن تمرقى لها 15 يا غير البوابة تمرق منها 300 وتات باساج وتات شخصيه ذلذين منها لا ماتريكي الدفاع والامن والرئاسه والوزاره الاولى والوزارات الثانيه اللي ياسر منها ما نعرفوا كاع كانوا يشتم. يا جماعه هذه كارثه سابقه وهذا واقع من اللي كنت نقول لكم البارح ونبري منه. هل احمد لاهي احمد ولد العربي ذا المقاتل من الناحيه الخامسه لاهي يسمع ذا الاودي والله يشوف والله ذا الواقع اللي وقع له هو اليوم؟ هل يصبر هو تصبر مناته يصبر اهله؟ هل يقول اراني متبري مملي في ذا الاودي من كل صحراوي وكيلي فيها الله ليفسر كلامي بعل انه خيانه والله تحريض على التفرقه والله تحريض الناس باش تقيس المشاكل؟ ولكن أراني ذا اللي نقول باب الحق ومولانا يشهد الناس كما تعرفني بارك من ذي الحقرة بارك من ذا الترخيص. أصل قاع قنبلة الترخيص من فسها مدهونة فينا هي سبب فسادنا وهي سبب تفجيرنا ومديورة عمدا واللي وراها معدل ذا عمدا والمسؤول عنها معدل ذا عمدا وعارف نتائجه إلى عاد مسكر دماغه ويقول اليوم ما يمرق حد بي أنا بويغي أنت منه اللي بويغي؟ هذه ترخيص للصحراء وهذه مؤسسات الصحراء وانت منه؟ احنا ظلنا عبيدك اظن مالكينا اراك مالكينا ولا اسم اظن عاطينك عهد عنك تعدل فينا اللي بغيت عدل فينا ما يجوز لقضيتنا وما يخدم قضيتنا غير ذلك ما تعدلوا بما يرضي خواطر نحن ملي واتفق مع شريعتنا الإسلامية ومع أخلاقنا ومع ديننا ومع مسؤولياتنا تجاه عائلاتنا ومع همنا ومع قتالنا ومع تحريرنا. هذه العوامل كانت مخرصة في قرار يتعدلوا ولا تعدل قرار الدور في الظاهر بالكركاسة الفوقانية تقول أنا راني وطني وأنا حر وفلان ما يرحم وكذاش وقراراته قاسية امشي بها شر خيمتك عدلها بتركتك يا أخي. أنا ما تعدل علينا ما لك مسؤول عنا ما أنا مسؤول عن النوع من حك حاسين تفجرنا الوضع. إحنا بالله بشرع منك ومثالك إحنا بالله بشرع منك ومثالك أرحم الناس أرحموا من في الأرض أرحمكم من في السماء بارك يا جماعة. اليوم مقاتل وولده شهيد وممنوع من يمرق يدير له نصيبه يا اخوتي وعطيتكم الاسم ماني مبالغكم جايب من الشارع ولاني باغي التهويل يقول حمود يراه خاين والله مندس والله يدوري خاصه هذا الواقع قيسه الشرطه اليوم ويقول اللي يبغى يقوله انا ما عندي شك في نفسي وقاعد معاكم وهون الحمد لله وعاطي حتى انا الشهاده وممكن نستشهد اليوم والله الصبح وراني جيها تابع لها سامعة كلامي وعارفة وعارفة عني ديسبونيبل الليل والنهار عندها وباغي نستشهد كيف كي صحراء مجل قضيتي يا قال هذا ما تلاقي حد ما تلاقي حد يتم أعمى عنه. موضوع الترخيص خاص نحل مشكلته في أسرع وقت والله قاعد ينقلع السيانولة. ليش ترخيص الفضام العذابة الصحراء ليش مديور شنو القرض منه؟ افتحوه لمدة شهرين وقولوا لنا منين هي الفوضى اللي توقع. ياك ما يمرق حد ما هو ممارع للشرطة الصحراوية ولا بوابات الجزائرية كاملة
خلاص باقي استثناء مادة مارقة من حكم مرصفة من الرب، وهذيك خارقة القانون. اللي مارق من البوابات يمرق ترخيص ويمرق يعمل 600 وتة للنهار، ونشوفوا اذا تخلعونا منه شنو. هل الناس يتخلى عن قضيته؟ هل الناس يتخلى عن تحرير ارضه؟ هل الناس يتخلى عن وطنيته؟ تكذبوا، ما هي حق اللي يقولها. انا راهن عنه يكذب ويدور يشتتنا ويخلينا ويذرينا ويدور يحرجنا من الحرج كيف هذا النوع من المواقف وامثالها بالالاف. اتقوا الله في الشارع عباد الله، اتقوا الله، هذا حرام.